بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. أهلا بكم في بث مباشر من برنامج الأهلي الليلة، وبالتأكيد ليلة استضافة مصر لحدث الإفريقي الكبير كأس الأمم الإفريقية رقم 32، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة القادمة بدءا من الغد 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو القادم. بطولة إفريقية استثنائية تقام لأول مرة باستضافة 24 منتخب، لكنها تقام على الأراضي المصرية. مصر أول من أنشأت وشاركت في بطولة إفريقيا وتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وأيضا في نشأة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. في البداية برحب بضيوفي في هذه الفقرة، لأنها فقرة استثنائية، لأن هنلقي فيها الضوء على الجزء التاريخي أكتر على بطولات الأمم الإفريقية، لأنها بطولات ليست فقط على المستوى الفني، لكن كمان هناك جزء تاريخي له علاقة بالكرة الإفريقية ونشأة هذه البطولة، وكمان الصفحات المنسية في تاريخ الأمم الإفريقية واللحظات التراجيدية في تاريخ هذه البطولات العريقة. بالتالي أنا برحب في هذه الفقرة باثنين من ضيوفي الكرام، طبعا الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الرياضي كما وصفته في الحلقة السابقة الأستاذ سعيد وهبة الناقد الرياضي. برحب بك سعيد، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، أشكرك. أهلا بك، وبرحب أيضا بالناقد الرياضي الكبير والصحفي بالأهرام الأستاذ عبد المنعم الأسطى. أستاذ منعم برحب بكم، منورنا ومشرفنا. الله يخليك، أهلا بحضرتك. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت بصحة صحة وسلامة دائما يا رب. طبعا العد التنازلي لكأس الأمم الإفريقية بدأ منذ هذه اللحظات، غدا إن شاء الله مباراة الافتتاح في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، سيسبق حفل افتتاح. بالتأكيد هناك مفاجآت في هذا الحفل، لكن هناك تصور كبير جدا من الاتحاد الإفريقي على استضافة مصر لهذه البطولة. لكن قبل ما أدخل في تفاصيل حفل الافتتاح واستضافة مصر لهذه البطولة، منذ قليل يمكن في خبر رسمي نزل من على الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيتكلم على أن موقع الكاف كان بيحاول النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد السفراء اللي بالتأكيد هيكون لهم دور وحاضرين هذه البطولة، وبالتأكيد أيضا هيكونوا موجودين في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية. أمامنا صور المتعلقة بهذا الأمر وزيارة الكابتن محمود الخطيب النهاردة لمقر اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر إن شاء الله وتبدأ فعالياتها غدا. جاء حوار موقع الكاف مع الأسطورة محمود الخطيب تزامنا مع انطلاق العرس الإفريقي خلال الساعات القادمة، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، وأيضا بعد اختياره سفيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية باعتباره أحد أساطير الكرة وأول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983. يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختار الكابتن محمود الخطيب لسفيرا لهذه البطولة باعتباره أحد أساطير الكرة الإفريقية، وكان الكابتن محمود الخطيب قد شارك في فوز منتخب مصر بلقب كأس الأمم عام 1986، وفي وصول مصر أيضا لأولمبياد موسكو 1980 التي لم تلعب في مصر لأسباب سياسية، وأولمبياد لوس أنجلوس 1984. فيما سجل الكابتن الخطيب 37 هدفا للنادي الأهلي في بطولات إفريقيا للأندية، جعلته متصدرا لهدافي بطولات إفريقيا إلى العقد الأول من القرن 21. ساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة ألقاب إفريقية، منها لقبان لأبطال الدوري عام 82 و87، وثلاثة ألقاب لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية أعوام 84 و85 و86، واحتفظ الأهلي بهذه الكأس مدى الحياة. هذه المناسبة بالتأكيد مناسبة مهمة جدا للكرة المصرية وأيضا للنادي الأهلي، اختيار أحد رموز الرياضة المصرية ورمز النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، وجلسة تصوير النهاردة كانت في مقر اللجنة المنظمة للاتحاد الإفريقي. أستاذ سعيد، يمكن هنبدأ الحديث عن البطولة الإفريقية، لكن أبرز خبر في هذه اللحظات هو هذا الخبر، تعليق حضرتك. فعلا ده يعني شيء جيد جدا. أنا اتكلمت عن الكابتن محمود الخطيب في الحلقة اللي فاتت، يعني هو رمز كبير جدا للكرة الأفريقية، للكرة المصرية، للنادي الأهلي. إنجازاته كبيرة جدا، وأنا قلت يعني مش بس الأهداف اللي سجلها، أو مش بقدر عدد الأهداف ممكن يبقى لي للعيب قيمة، لكن بقدر مهاراته الفنية اللي قدمها وأمتع بها الجماهير. وقلت برضو قلت لك إن في لعيب ممكن ينزل يلعب تلت ساعة يجيب فيها جون لا ينسى. الخطيب من هذه النوايا النادرة في العالم كله، ليه أهداف لا تنسى، سواء في البطولات الأفريقية، تصفيات كأس العالم، تصفيات الألعاب الأولمبية، الهدف اللي لا يمكن أن ينسى. الفرق بينه وبين اللي بيعملوا أرقام بأهداف كثيرة جدا ولكنها أهداف لا تنسى، الأهداف الخطيب
صعب يعملها غيره. لكن الاهداف اللي بعض الناس عامله ارقام كبيره جدا، لكن لو بصيت على كل هدف على حده هتلاقي ان ده ممكن يسجله اي لاعب، كره عرضيه وبدماغه في الجون، فدي حظه ان هو كان موجود في المكان المناسب او اختار البوزيشن المناسب وجاب جون. فدي مش مهاره فذة، او مثلا راوغ لعيب وراح شايط، فدي مش مهاره فذة او. لكن معظم اهداف الخطيب غير عاديه وغير تقليديه ولا تنسى. بالمناسبه دي تفتكر كاس العالم 1958 اللي ظهر فيها بيليه وكان معجزه، الدنيا كلها اتقلبت، عشان طبعا هما كانوا خدوا كاس العالم ايامها وكان معاه فرقه كبيره جدا، جارينشيا وزاجالو وكده. بيليه كان اصغر واحد، كان عمره 17 سنه. تفتكر جوست فونتين فرنسي؟ تعرف الاسم ده؟ طبعا اعتقد ما تعرفوش. الفرنسي الفرنسي بالظبط، ده هداف كاس العالم التاريخي في 58، 13 هدف، ريكورد ما اتكسرش بعد كده. لكن حد فاكره؟ توصل ما حدش فاكره، محدش فاكره لانه جاب اهداف يعني اهداف تقليديه وعاديه. لكن الناس كلها فاكره بيليه على الرغم انه جايب 6 اهداف في نفس الكاس، بس الدنيا كلها اتكلمت عن بيليه، ما اتكلموش عن فونتين اللي هو صاحب رقم لم يتحطم من 58 حتى الان، وصعب كمان تحطيمه، صعب تحطيمه. هنا بالقياس، يعني القياس على ده ان بقدر ما ترك لاعب الكوره الفنان الموهوب في الذهنيه العامه في الذاكره الكرويه من العاب لا تنسى. ده زي بالظبط كده في الموسيقى العالميه او الموسيقى المصريه، عبد الوهاب، سيد درويش ليه الحان معينه لا يمكن تتكرر، بيتهوفن، موزارت، اي فنان، الكوره فن، يعني الكوره فيها فن، الفنان في الكوره نادر وقليل، وبالتالي لا الخطيب افريقيا مقدره قيمته لان الناس اللي اتفرجت عليه وشافوه يعني لا شافوا حاجه، يعني حاجه غير عاديه، حاجه خرافيه. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان انا سالت كل الاجيال او العصر وكل الاجيال، انا ما شفتش مثلا جيل الخمسينات والاربعينات كويس، شفت اواخر الخمسينات كان عندي مثلا 10 سنين وكده، كنت لسه واعي في بدايته للكوره، بس شفتش الاربعينات ولا الثلاثينات ولا شفت مختار التتش ولا شفت الدزو في اواخره لما رجع بورسعيد لعب مع المصري، هو جه النادي الاهلي سنه 56 قعد يلعب ل 61، شفته في 61 مع الاهلي وشفته بعد كده مع المصري. لكن ما شفناش بقى الاجيال القديمه، حسين حجازي والناس الاسماء الكبيره دي، عبد الكريم صقر، محمد الجندي، في اسماء عظيم، مكاوي، كاوي اعتزل 56. فانا يعني كنت حريص قوي ان انا اسال لما طلع الخطيب والدنيا كلها يعني شافوا حاجه جديده جدا. سالت الكابتن صالح فقال لي انا ما شفتش زيه قبل كده، و فاستاذنته ان انا اكتب، قال ده لعيب غير عادي خالص، ده حاجه مختلفه تماما عن اللي شفناها، وانا نفسي ما شفتش. وصالح سليم يعني من سنه 45 ليه واعي بالكوره يعني، او 43، هو صالح مواليد 30، فلو قلنا وعنده مثلا 15 سنه بقى ده واعي ب 45. قال كل اللي شفتهم مش حد زيه. سالت علي الحسني الله يرحمه، ده كان كابتن او كان اهم واحد من اهم المدافعين في تاريخ الكره المصريه، اللي اشتركوا المنتخب اللي اشترك في دوره امستردام الاولمبيه سنه 28 اللي خدنا فيها مركز رابع، المركز الرابع ده خدناه لاول مره، كان رابع العالم لان ما كانتش كاس العالم بدات، لان كاس العالم بدات 1930 في اورجواي. فعلي الحسني قابلته سنه تقريبا 75 وكان ساكن في ميدان تريومف وكان قاعد على كرسي متحرك. فالمهم رحت له البيت لانه كان الشقه اللي جنبيه كان حد من اعز اصدقائي يعني. فالمهم سالته عن الخطيب، قال لا انا شفت يعني كله، شفت مختار التتش وحسين حجازي وفلان وفلان، وقعد يعدي لي اسماء. قال لي ده شيء انا ما شفتش زيه، شيء مختلف. عشان كده ملاحظين لغايه اللحظه. فانت فده طبعا الذاكره الكرويه او في الذهنيه الكرويه لا يمكن ان تنسى اهداف الخطيب، قيمته المعنويه
أقمت في المخيلة الكروية يعني قيمة كبيرة جدا. وبعدين هو من أكثر الناس أو من أكثر اللعيبة اللي متعوا الجمهور. أصل في جون يجي ما يمتعكش، لكن في جون يجي متعك زي الجون اللي جابه في عتوقة لما لعب الكرة بكعب رجله خطفها وقدامه اتنين مدافعين ولا يمكن يتصوروا اللي عمله. هو بيعمل الحاجة غير التقليدية وغير العادية، وده الموهوب زي ما قلت لك في أي مجال تمام. مش في الكرة بس. تمام أستاذ عبد المنعم، نفس الفكرة يعني اختيار الاتحاد الإفريقي للكابتن محمود الخطيب كأحد السفراء لهذه البطولة، كلمة سفير بيعطي للبطولة قيمة معنوية وقيمة أدبية كمان قدام الاتحاد الدولي وقدام الاتحاد الأوروبي، أنه هو بيفتخر كاتحاد قاري أن عنده نجوم كان لهم باع طويل في الكرة الإفريقية وساهموا أن الكرة الإفريقية أو كرة القدم تحديدا تكون لها شعبية داخل القارة الإفريقية. طبيعي جدا، منطقي جدا، أسطورة زي الكابتن محمود الخطيب ما يبقى سفير الكرة الأفريقية، اختياره في البطولة. الكابتن محمود الخطيب ومش عايزين طبعا عن الجبرتي طبعا الأستاذ السعيد أستاذنا الكبير والرئيس بتاعنا الكبير، فطبعا ده شيء طبيعي جدا يعني ومنطقي جدا وحاجة يعني نفخر بها كلنا. البطولة في مصر ونجم النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي حاجة شيء عظيم جدا طبعا هذا الاختيار وهذا الحوار أو الموقع الكاف اللي عمله يعني. إن يكونوا حريصين كمان على حضور الكابتن للجنة المنظمة ويكون النهاردة في جلسة تصوير معاه. طبعا محمد هو ايمج مهم، واجهه مهم جدا للكره الافريقيه، والماتيريال ده كمان هينزل على الويب سايت المتعلق بالاتحاد الافريقي وللبطوله. لا هيدي قيمه اكبر كمان انك بتفتخر بالنجوم اللي كان لهم باع طويل في الكره الافريقيه من ضمنهم على راسهم كابتن محمود الخطيب، حاجه بنفتخر بيها طبعا. لان هو في لعيبه ليها شعبيه طاغيه، الخطيب شعبيته طاغيه، الاتحاد الافريقي او اي اتحاد بيهتم بالحكايه دي عشان يكسب شعبيته، في تعاطف شديد جدا معاه، زيه زي مثلا زي صامويل ايتو، دروجبا، جورج ويا، الاسماء الكبيره دي، رابح ماجر في اسماء كبيره جدا في تاريخ الكره الافريقيه. دي مجموعه اهداف للكابتن هي على الشاشه، دول بيمثلوا وجهه. احنا في هنا في اعتقد الاهلي والزمالك، دي مباراه الاهلي والزمالك. تمام اتفضل. فطبعا يهم الاتحاد الافريقي ان الواجهه اللي بتمثله الفاترينا بتاعته تبقى حاجه فاخره. انا قلت قبل كده ان هو ده محمود الخطيب ده فخر او مفخره صناعه كره القدم المصريه على مر التاريخ. لعيب يعني اسطوري بلا مبالغه، ده كلام ما فيهوش اي مبالغه. وزي ما قلت لك ان قيمته الحقيقيه، اصل الارقام بالورق والقلم دي ممكن يطلع يعني يطلع حاجات كتير، لكن قيمتك الحقيقيه ما تقدرش تحسب بالقلم والورقه. واحد عمل مثلا رسم مثلا 2000 لوحه فنان، لكن في لوحه واحده بس تسمع ان هي اتباعت مثلا ب 50 مليون و 200 مليون لبيكاسو، وفي فنان بيعزق ويعمل قد بيكاسو مليون مره. في ناس عملوا يعني في الموسيقيين العالميين من في القرن اللي فات واللي قبليه واللي قبليه عملوا اعمال موسيقيه كبيره جدا، لكن الاعمال الخالده هتلاقيها قليله. السيمفونيه التاسعه بيتهوفن مش عارف يعني ايه. فده في كل مجال الفارق بين الموهبه والاجتهاد، حد موهوب حد مجتهد. الموهوب دايما بيعمل ابداعه، بيبقى فيه ابداع يعني في جديد دايما، ما بيقلدش وبيعمله بمنتهى البساطة. المجتهد ده بيعزق كتير جدا عشان يطلع 1% من اللي بيعمله الشخص الموهوب في أي مجال وليس في كرة القدم فقط. تمام. تكملة لهذا الموضوع يا أستاذ منعم، كمان قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة والمتعلقة بالصفحات المنسية في تاريخ البطولات وكمان اللحظات التراجيدية في الأمم الإفريقية، غدا كمان السفراء اللي تم اختيارهم هيكونوا حاضرين إن شاء الله في المقصورة الرئيسية، مقصورة الفي أي بي في البطولة بإذن الله. هيبقى شرف كبير لينا كمان كمصريين أو كأهلاوية وجود احد اهم السفراء، وجود الكابتن محمود الخطيب في المقصوره الرئيسيه لهذه البطوله. طبعا يعني تكمله لهذا الموضوع والجلسه المصوره النهارده مع موقع الكاف. طبعا الكابتن محمود شرف لاي مكان رياضي بالنسبه للقاره الافريقيه بالنسبه لمصر، وطبعا البطوله عندك في مصر وبين مصر وجمهور والحدث. طبعا اعتقد ان شاء الله الرئيس السيسي هيبقى موجود اكثر حسب ما الانباء تواردت ان فيه حوالي 20 رئيس مدعو لحفل الافتتاح. رؤساء دول رؤساء دول افريقيه يعني بصفه رئيس السيسي. وجاني انفانتينو كمان هيكون حاضر. طبعا اكيد طبعا.
فده شيء شرف كبير جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في ماتش الافتتاح باذن الله. طيب تاريخ البطولات الافريقيه، وندخل بقى في تفاصيل هذه البطولات، لان التفاصيل فيها كواليس كتيره ما بين فرح، دموع، بكاء، دماء، يعني في قصص كتيره جدا. تحب نبدا منين؟ هبدا لك بقصه انا حضرتها بنفسي، يعني قصه دموع انهارت او سالت للجمهور الكره المصري في يوم، يعني يعتبر يوم من الايام الحزينه. طبعا منتخب مصر او الكره المصريه عاملين ريكورد، يعني ايام سعيده كتير جدا. احنا اخذنا 7 بطولات، وصلنا السيمي فاينل كذا مره، وانجازاتنا في الكره الافريقيه ما حدش وصل لها خالص، يعني بحكم التاريخ وبحكم الخبره وبحكم مصر اول دوري، وبحكم ان احنا ساهمنا او اسسنا الاتحاد الافريقي، بحكم اشياء كثيره. مصر لها ايام فرح كثيره جدا، وطبعا احنا شفنا في امم افريقيا 2006 ازاي العائلات وازاي بناتنا واولادنا كانوا في المدرجات وبيرسموا علم مصر، وازاي البهجه اللي اتنشرت في كل ربوع مصر عشان البطوله دي. وبالمناسبه دي الرساله دي، يعني رساله الجمهور للساد مليان وفي فرحه وفي بهجه ما توصل للدنيا كلها، دي بمليون مقال يتكتب بره في الصحف الاوروبيه عشان جذب السياحه. لا، الناس ما بتصدقش الاعلانات بتاعت جذب السياحه دي اللي بتكتب، لا لقطه واحده بس خلاص هنا يقول لك لا يبقى في امان هنا. ودي القيمه السياسيه لنجاح البطوله دي، 100,000 متفرج او 60,000 متفرج في المباراه زي ما حصل في الدوري في 2006. هنا بقى مثلا في 2006 واحنا حضرنا ده وشفنا ده، فصدرت رساله سياسيه في منتهى الاهميه، ان مهما كان في ارهاب او احنا انتصرنا عليه، ده انتصر عليه طبعا. احنا دوله لا تموت وشعب مش هينتهي، واحنا اكبر من ده وهنهزمه، بدليل ان احنا بنلعب اهو. فالدوله اللي بتلعب او في بطوله كبيره زي كده وجمهور كبير وفي تنظيم كويس وفي بهجه وفي سعاده، دي اقوى رساله ممكن توجه للخارج. مصر دوله امنه، مفيش بعديها رساله. مهما كتبت بقى مليون مقال ان عندنا الهرم الاكبر وعندنا مش عارف، كل ده كلام ما يجيبش نتيجه. اللي يجيب نتيجه بس مشهد واحد، لان يعني انت حتى يعني كل الدول المتحضره، كل دول العالم ليه بتهتم في، ليه بيبقى في حرب على استضافه الاحداث الكبرى دي، المونديالات، كاس العالم او الاولمبيك جيمز او الحاجات دي، او البطولات حتى البحر الابيض، البطولات القاريه او البطولات الاقليميه، لان في هدف سياسي، في معنى سياسي، في استقرار، في يعني في كلام كتير جدا. وده مهما دفعت من فلوس ما تقدرش تعمله، اللي ممكن يعمله ماتش كره واحد بس او مشهد من المشاهد اللي احنا، وده حصل مع روسيا في كاس العالم لما نظمت البطوله، الوضع اختلف تماما من منظور لروسيا كمان. برافو عليك، نموذج هايل جدا. كانت الصوره الذهنيه العالميه عن روسيا كانت سيئه جدا قبليها، بعد البطوله في حصل في تعاطف عالمي معاهم لما نجحوا في تنظيم البطوله. بالزبط. وانا عندي حكايات في دي كتير بقى من زمان، يعني قبل ما نخش في الحكايات والقصص، سعيد استاذ منعم معانا تقرير بيتكلم عن تاريخ مصر في كاس الامم الافريقيه، في او تعليق صوتي بيتكلم عن تاريخ مصر في كاس الامم، وبالتاكيد واحنا بنتكلم على تاريخ مصر في البطولات عندك تاريخ طويل جدا، حدث ولا حرج. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث مع ضيوفي الكرام بعد هذا التقرير. يتصدر المنتخب المصري الأرقام القياسية في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام نسختها رقم 32 على أرض الفراعنة خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل. يعد المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يسجل الظهور رقم 24 في النسخة الجديدة من المسابقة القارية. كما يعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.
كان آخر تتويج للمنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2010 بأنغولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا. لم تتوقف أرقام مصر القياسية عند هذا الحد، حيث تستضيف مصر فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة، وهو الرقم الذي لم يتحقق في أي دولة أخرى بعدما فاز بشرف تنظيم البطولة أعوام 59، 74، 86، 2006، 2019. النسخة الأولى التي توج بها المنتخب المصري كانت الأولى في تاريخ البطولة، وضمت وقتها أربعة منتخبات: مصر، السودان، إثيوبيا، جنوب إفريقيا. النسخة الثانية توج بها الفراعنة أيضا للمرة الثانية على التوالي، شهدت أيضا مشاركة ثلاثة منتخبات: مصر، إثيوبيا، السودان في مجموعة واحدة. في نسخة 86 استضاف المنتخب المصري هذه المرة البطولة على أرضه، وشهدت مشاركة ثمانية فرق مقسمة على مجموعتين. واجه وقت المنتخب المصري نظيره منتخب الكاميرون في المباراة النهائية للبطولة، وانتهت بالتعادل السلبي، وشهدت ركلات ترجيح فوز منتخب مصر بنتيجة 5-4. توج الفراعنة بلقب البطولة عام 98 في النسخة التي أقيمت في بوركينا فاسو، والتي شهدت مشاركة 16 منتخبا مقسمة على أربع مجموعات، حيث واجه المنتخب المصري نظيره الجنوب إفريقي في المباراة النهائية التي شهدت فوز الفراعنة بهدفين نظيفين لتتوج مصر باللقب الرابع في تاريخها. عاد المنتخب المصري ليستضيف البطولة مرة أخرى في عام 2006، ولكن هذه المرة بنظامها الذي يشترك فيه 16 منتخبا مقسمة على أربع مجموعات. تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية ليواجه نظيره كوت ديفوار، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليفوز الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وليتوج باللقب وليبدأ مسيرة الثلاثية المتتالية. في عام 2008 البطولة التي أقيمت في غانا، قدم المنتخب المصري أداء ممتازا ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. في المباراة النهائية واجه منتخب مصر نظيره الكاميرون ليفوز بهدف من دون رد يسجله أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، ليكرر الفراعنة إنجازهم بتحقيق لقب ثان على التوالي مثل ما فعلوا في أول نسختين. وأخيرا وليس آخرا، توج المنتخب الوطني بلقب السابع في النسخة التي أقيمت في أنغولا، بعدما أذهل المنتخب الفراعنة الجميع وقدم أداء مبهرا يقوده للمباراة النهائية للبطولة للمرة الثالثة على التوالي. لم يكن أحد يصدق أن منتخب مصر سيفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. واجه منتخب غانا الأشرس في القارة وقتها ليفوز عليه بهدف نظيف في الدقيقة 85، سجله البديل الذهبي للبطولة محمد ناجي جدو، ليحقق الفراعنة الإنجاز الأكبر وليصبحون الأكثر تتويجا وإنجازا بتحقيق ثلاثة ألقاب متتالية. فهل ستكون النسخة الحالية كان 2019 بداية عودة الفراعنة للأمجاد الإفريقية؟ تاريخ مشرف للكرة المصرية في كل البطولات الإفريقية اللي قدر المنتخب يحقق فيها أرقام قياسية والفوز بالبطولات. يمكن في نظرية غريبة في الكرة الإفريقية بتكسب أكبر كم من البطولات الإفريقية لكن أقل المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم، وأكثر المنتخبات اللي تأهلت لكأس العالم هي الأقل فوزا بالبطولات الإفريقية، تحديدا في شمال إفريقيا أو حتى في غرب إفريقيا. نعم، تونس والجزائر والمغرب. تونس والجزائر والمغرب اكثر صعودا لكاس العالم الاقل فوزا بالبطوله. بالضبط، تونس مرتين والجزائر مرتين. مره واحده تونس 2004 مره واحده والمغرب مره واحده مره واحده الجزائر 90 كله مره واحده. مصر 7 مرات 76 76 المغرب 76 من ساعتها ما وصلتش فاينل حتى الا مباراه. لا احنا كسبناهم في 86 فاينل بالجون بتاع طاهر ابو زيد. لا فاينل 86 كان المغرب، كان سيمي فاينل الدور قبل الفاينل الكاميرون ضربات الجزاء. كاميرون بس احنا كسبناه 1-0 طارب جيزو في المغرب من 76 لغايه اللحظه دي ما وصلتش غير فاينل واحد بس وكان 2004. حتى تخطيها للدور الثاني
اخر 10 بطولات ما كانش الا مرتين. مين؟ كاميرون. لكن في تاهلها لكاس العالم وضع تاني خالص. لان هم بيجهزوا لكاس العالم اكتر وممكن ما يكونوش بيهتموا قوي بالظبط. فكان يعني في نظريه يقول لك اهتم بحاجه واحده عشان تنجز فيها، فاحنا كان دايما احنا بنهتم بالاثنين. طيب اللحظات التراجيديه بقى والدموع والفرحه هكلمك عن ماتش انتهى نهاية تراجيدية لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية، أو لم تح كانت يعني كارثة على جمهور الكرة المصرية. الماتش ده اتلعب في مارس 74 في السيمي فاينال مصر وزائير. كونغو اللي هي كونغو الديمقراطية اللي معانا في المجموعة كان اسمها زائير أيامها. في السنة دي هي الدولة الوحيدة اللي مثلت أفريقيا في كأس العالم، زائير. وكان معاهم لعيب خرافي أسطوري اسمه مالومبا نداي. الماتش ده كنا داخلين على أساس احنا كسبانين وكسبانينه ولازم هنوصل نهاية وهناخد الكاس، كل الترتيبات كانت كده. لكن في الشوط الأول أبو جريش ثاني جبنا جون، أعتقد شطح كابتن حسن شحاتة أو سيد عبد الرازق، خبطت في المدافع فدخلها في الجون، تقدمنا 2-0 حتى الدقيقة 12 الشوط الثاني. وبعدين بدأت اللعيبة تهجم عايزين يجيبوا جوان، يعني عايزين يعملوا ريكورد سكور. ومن هنا كانت الكارثة. كان عندهم مدرب كان ذكي فاستغل الحكاية دي وعمل 3 هجمات مرتدات في آخر ربع ساعة من الماتش. احنا متقدمين 2-0 2-1 2-2 خلال 15 دقيقة. هزيدك يا أستاذ سعيد من التراجيديا بقى بيتا زي ما بنقول. قبل أهداف زائر أو الكونغو الديمقراطية فيه فرصة لا تعوض، المرمى خالي من حارسه على أبو جريش حطها بره. على أبو جريش وهو اتكلم عنها كتير، هو اتكلم عن الفرصة ديت لأن الكرة دي كانت هتبقى 3-0 كانت هتبقى 3-0 كانت هتنهي. اتردد بهدف ثم أبو جريش حصل له أبو جريش حصل له إحباط شديد جدا. يعني حصل له يعني أزمة نفسية. 3-0 غير 3-2 بعد الماتش ده مرضيش يلعب في الماتش المركز الثالث الثالث والرابع مرضيش، قال مش قادر، لأن صدمة. الجمهور المصري خد صدمة، أعنف صدمة في تاريخ الكرة المصرية كانت الصدمة يوم ده. لأن أنا شفت ده أصل الصدفة، لأن كنت مكلف بتغطيط المباراة وبعدين ما لقيتش حتى كراسي اقعد عليها لان 100,000 متفرج. ما كانش فيها ياما كراسي يا استاذ سعيد. فحاولت ايه؟ ما كانش فيها ياما كراسي. لا في الاستاد في انا عارف يعني كانت حاجات خشب بتاع كده الخرسانيه اللي كانوا بيعملوها دي. لا كان في المقصوره في كراسي وكان فيها مكان للصحافه يعني. فالمهم احنا انا فاكر حاولت اخش فكان واقف على البوابه بتاعت الاستاد الملعب من جوه اثنين وواقف وراهم سكرتير اتحاد الكوره كان اسمه صبحي نصير، اسمه فتحي نصير، مش فتحي نصير المدرب، هو عمه وكان يعرفني وكده. فانا شاورت له فبيقول لي ما ينفعش، فشاورت له على الازاح وقلت له ما فيش مكان اقعد يعني امشي وكده. فالمهم ايه شاور لهم دخلوني وقال لي ما تتحركش بقى من هنا، يعني ما تتقدمش من هنا. دخلت على مسؤوليه. المهم انا قعدت يومها في شفت الدراما دي، نهايه دراماتيكيه عنيفه جدا، دموع وبكاء ونحيب، واللعيبه نفسها كانت في حاله نفسيه سيئه جدا. وبعدين الناس قعدت في المدرجات 100,000 متفرج بداوا يتحركوا بعد نص ساعه، الناس ما قامتش من اول الصدمه رهيبه جدا. تخيل فريق كسبان 2-0 وبعدين في اخر ربع ساعه يخش فيه 3 جوان، دي ما بتحصلش الا نادر يعني. وعلى ارضك ريمونتادا غير عاديه وفي زمن قليل وعلى ارضك، وكل المؤشرات ان انت هتكسب الكاس وكل التجهيزات وكل الاستعدادات. وكان جيل برضه كان جيل قوي يعني بتاعنا ايام، كان حسن شحاته وفاروق جعفر وعلي بوجريشه والشاذلي ومصطفى رياض في اواخرهم واسماء كبيره. كان متوسط دفاع الزمالك انا فاكر كان محمد توفيق. استاذ سعيد ندوم بقى بدل البكاء والحاجات من دي يعني ندوم الفرحه بقى. لا ما انا بقول انا حضرت الفرحه بقى في 2008. انا قلت في البدايه ان احنا تاريخ افراحنا كبير واحنا عاملين احنا بس بنتكلم عن قصص يعني دراماتيكيه في التاريخ الكره الافريقيه. التاريخ الافريقي اللعيب ده اللي جاب كان اللي هو نداي ده، ملمبة نضاي،
جاب جونين من الثلاثة، وبعدين في النهائي مع زامبيا جاب جونين، اتعادلت زامبيا والكونغو، وبعدين اعيدت اتعمل مباراه اعاده وفقا للائحه ايامها، فكسبوا 2-0. الاربع اجوان جايبهم مولامبا. ده مولامبا ده بقى ده كان ساحر، او كان زي ما تقول لاعب غير عادي او مهاجم غير عادي، اسطوري، لانه جاب 9 اهداف، وده ريكورد ما تكررش ابدا. مفيش لعيب ولا حضرتك ضربت بيه المثل جوست فونتين بتاع فرنسا، برضه اتنسى في التاريخ برضه. بس انا هقول لك حاجه، ده غيره، انا فاهم نفس القياس اصلا. نفس القياس بس ده كان حريف، يعني ده كان بيقولوا عليه ايه يعني، زي حاجه كده زي لعيب الاكروبات، زي بتاع، كان غير عادي، سريع جدا ومراوغ وذكي جدا، فقدر يعمل الحكاية دي. جاب 9 أهداف، لكن ده برضو حصل له أحداث دراماتيكية غريبة جدا في حياته. يعني هذا اللاعب سنة 94 في الحرب الأهلية، قبليها يعني 94 تونس نظمت كأس الأمم بالضبط. الاتحاد الأفريقي قرر يعني قرروا تكريمه واعتبره يعني ليه إنجاز تاريخي ما تحطمش، فادوا له وسام وكلام من بعديها. يمكن ب10 ايام في الحرب الاهليه دخل عليه الجنود وعايزين ياخدوا حاجات من بيته وكده، هو قاوم وابنه الكبير قاوم، فقتلوا ابنه قتل، وهو خد رصاصين في رجله. ومن هنا بدات دراما في حياته. راح المستشفى، قعد في المستشفى 6 شهور. في دكتور في المستشفى هربه من الكونغو، كان زئير ايامها، وعن طريق بعض اصدقائه ودوه لجنوب افريقيا. في بعدها بسنتين 3-4 سنين في واحد مهتم بالكره الافريقيه عنده فلوس كتير، سمع ان ناداي ده موجود في جنوب افريقيا هربان يعني في جنوب افريقيا، فسال عليه دور عليه، الاخر ودوه لي. كان بيشتغل سايس في جراج، النجم النجم الكبير ده اللي موبوتو اعتبر قال عنه ده بطل قومي بعد ما خد بطوله افريقيا، بعد ما كسب بطوله افريقيا في مصر، واللاعب الوحيد اللي اداله عربيه اخر موديل، واغدق عليهم موبوتو بفلوس كتير جدا، لان موبوتو كان مهتم بالرياضه قوي. وفي 74 نظم اهم حدث في تاريخ الملاكمه، ماتش محمد علي كلاي وجورج فورمان لما ساعد كلاي. ف من هنا من قمه المجد وقمه الشهر قمه الاغداق كان التحول الى سايس في جراج في جنوب افريقيا، بيقتات بصعوبه جدا. فالراجل ده قرر ان هو يعمل عنه فيلم تسجيلي، اتعمل عنه فيلم تسجيلي لمده 1.5 ساعة تقريبا. المهم يعني دي الدراما غير عاديه للبطل. في لعيب تاني كلنا نعرفه، رشيد ياكيمي، نجم نيجيريا اللي شفناه في كاس العالم 94 وتعلق مع نيجيريا في كاس الامم، افريقيا في تونس، وده هداف يعني هداف دورتين ورا بعض 94 و92، وعامل ريكورد 13 هدف، ده نمره 3 في قائمه الهدافين، نمره 3. برضه نهايه البدايه قويه جدا، ولعب في اوروبا في انديه كتير في اوروبا، وكان معروف ان هو لعيب عملاق بالظبط كده، جسمه وبتاع عامل كده زي يوزيبيو. بمناسبه الارقام دي برضه عشان ما تنساش الاستاذ سعيد، في لوران بوكو كوت ديفوار وجاب 14 هدف في بطولتين، لوران بوكو ده رقم 2 بعد صامويل ايتو، هو رقم 1 في صامويل ايتو، جايب 18 في 6 بطولات او 8 بطولات 8 بطولات، ده جايب 14 هدف في بطولتين 2 فقط بالظبط. بس هو في الناحيه التراجيديه استاذ سعيد، ده بادئ بنضاي ثم ياكيني، لان الاثنين تعرضوا، لان انا بس الدراما في حياته ده ما فيش دراما في حياته، ده اللي حضرتك بتقول عليه، ده صاحب اهم رقم من الارقام المهمه، 38 سنه رقمه ما اتكسرش، اللي هو رقم ال 14 هدف مسجل 14 في بطولتين، سيظل رقم واحد هداف 14 في بطولتين. لا يعني ال 14 هدف احرازه في بطولتين، ده رقم قياسي. ال 14 هدف دول ما اتكسروش الا سنه 2008 صامويل ايتو جاب الهدف رقم 15، وبعد كده جاب جونين 2010. فبرضه لعيب طبعا يعني تاريخي، بس ده ما فيش دراما في حياته. لكن في دراما، لان ياكيني من الـ من الـ من الـ من الـ يعني
من الشهرة والنجومية والشعبية الكبيرة جدا والإنجاز الكبير الإنجازات الكبيرة اللي عملها مع منتخب نيجيريا وهداف أمم أفريقيا مرتين وكده إلى انتكاسة بقى شديدة جدا، مات في خلاف مقتولا أو منتحرا سنة 2012. أنا أكاد أشك حاليا أن لو قلت للناس رشيد ياكيني مات أو اتقتل هتلاقي المعلومة أصلا غايبة عن ناس كتير. آه ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، يعني في بعض الناس يعني اصدقائي ما بقولهم الحكايه دي ازاي امتى وكده، لانه كان ليه شعبيه هنا برضه في مصر. ان احنا 94 تابعنا كاس العالم وكانت يعني كانت نقله في التقنيه التلفزيونيه، كاميرات وعدد كاميرات وكده، فاحنا تابعناها. وكان انا فاكر ايامها كان اشرف شاكر بيعلق كان الساعه 2 ونص الفجر. ايوه كان معلق يعني ظريف كده وليه شخصيه معينه. فشفنا ياكيني وكنا بننبسط لما يجيب جون لانه افريقي افريقيا يعني. وكان ليه راس كده يخش جوه المرمى يمسك الشبكه، دخل مسك الشبكه، دخل لما جاب الجون في بلغاريا مد ايديه مش قطع الشبكه، دخل ايديه طلعها من الشبكه وقعد يزعق وبتاع. علماء النفس بعض علماء النفس اللي يعني قالوا في تعليقاتهم على خبر وفاته، لان هو قيل ان هو جاله يعني جاله اكتئاب نفسي شديد جدا، وليه تعريف علمي يعني اكتئاب شديد جدا حاد جدا بيؤدي للهوس او جنون في بعض الاوقات وهدوء في بعض الاوقات، فرحان في بعض الاوقات وحزين جدا في بعض الاوقات. فخدوا المشهد ده بتاع الجن ده قال لك ده دليل على انه عنده اضطراب نفسي، بيسموه اضطراب ثنائي ليه اسم علمي كده. قال لك دليل اضطراب نفسي، كان بيزعق وبيصرخ كانه يعني كانه بينتقم من حد لما طلع ايديه من الشبكه. ما اعرفش انا كنت بعت صور، لا مش صور، كنت بعت الفيديو عن الجون اللي جابه ده، اعتقد لو يا ريت لو موجود يجيبوه، ازاي دخل في الشبكه بعد ما جاب الجون وجوه الشبكه خلاص مطلع ايديه من فتحات الشبكه وبيزعق جامد. المهم في خلاف على موت وعلى قصه موت، لغز الوفاه لغايه دلوقتي ما حدش يعرفها. في اتجاه بيقول ان هو اتعرض لما يتعرض ليه لاعبين كتير جدا جدا بعد الاعتزال، بيجي لهم ديبريشن او بيجي لهم حاله نفسيه كده، فيما معناها ان هو اصبح خلاص يعني مش الشهره والنجوميه، كل رائق الشهره والنجوميه فبتلاقيه فجاه وحيدا بالظبط. وبيقول لك دي حاله بيمر بيها كل اللعيبه الكبار لما بيعتزلوا، بيواجهوا مشكله كبيره جدا كيف ينخرطوا في المجتمع ومين هيعمل لهم بقى اعمالهم. كان ليه مدير اعمال وسكرتير اعمال والنادي بيعمل له كل حاجه، فبيلاقي نفسه وحيد وكانه مطرود من الجنه يعني. فبيحصل له، وبيقول لك ده علميا ده صحيح، بيحصل له اكتئاب، بيجي له اكتئاب. وفي ناس بتجي لها اكتئاب وتنتحر. وفي لعيب مشهور قوي في سنه 2009 الألمان صحوا على يعني فاجعة كبيرة جدا، كابتن حارس مرمى منتخب ألمانيا رمى نفسه قدام القطر اللي جاي في داخل على محطة هانوفر، إنكا كان اسمه روبرت إنكا، رمى نفسه قدام القطر وشالوه أشلاء. الجنازة بتاعته كانت في نادي في النادي هانوفر، 40,000 واحد بيتقدمهم مثلا بيكن باور ومش كل نجوم اوروبا راحوا حضروا. فده كره القدم كان عنده حلقات، يقول لك برضه جاله احباط، يعني ده احباط مش احباط، اكتئاب حاد جدا. بس ليه سبب تاني، يعني سببه ان هو بنته كان عندها مرض في القلب وتوفت، وكان مرتبط بيها جدا الى جانب بعض المشاكل الاخرى. بس التفسير العلمي او الطبي ان هو اكتئاب حاد ادى الى انتحاره. فظل رشيد ياكيني موته كان فاجعه كبيره جدا مش بالنسبه للكره الافريقيه، وبرضه يعني صفحه من صفحات الدراما او الدراميه او التراجيديا النجوم الكره الافريقيه. لكن على الجانب الاخر هتلاقي بقى صفحات جميله جدا وناصعه لواحد زي مثلا جورجي وايا الليبيري اللي وصل لرئاسه الجمهوريه، كره دفعته فين، وصلته لرئاسه الجمهوريه. فطبعا ده حدث من بعض. طيب.
جزء اخير اختم بيه حالات اللي الوقت بتاعنا جري للاسف بسرعه يا استاذ سعيد. الوقت ليه بيجري كده بسرعه؟ مش عارف حظنا وحش من الحوارات الجميله دي بقى الوقت فيها للاسف بيبقى قصير. طيب في رقم اخير اختم بيه معاك يا استاذ منعم، اللاعب الاكثر مشاركه كان لاعب مصري احمد حسن مع الكاميروني روبرت سونج، وايضا الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه مع المنتخب كان حسن شحاته، مع ايضا مدرب ايضا كمان كان مدرب تغاني على ما اعتقد او كان بيقود اللي هي الفرق ساعتها في التوقيت ده تشارلز غياماكي. طبعا احمد حسن 176 لا كم 176 ده في عدد المباريات. عدد المباريات طبعا عندنا ارقام احنا عندنا ارقام قياسيه كبيره بالزبط. كثيره جدا اكتر من ده كمان. انت مصر هي المنتخب الوحيد في كل القاره الافريقيه في بطولات الامم الافريقيه اللي لعب 96 ماتش. المنتخب المصري هو المنتخب 96 ماتش المنتخب هو المنتخب الوحيد اللي حقق اكبر انتصارات صحيح. في البطوله نفسها 54 مباراه صحيح. 54 مكسب. منتخب يعني هو المنتخب الوحيد اللي صعد للنهائي 9 مرات. هو المنتخب الوحيد اللي كسب البطولة 7 مرات. هو المنتخب الوحيد زي ما عندك إنجازات رهيبة في الكرة المصرية والأفريقية. بعديه بعدي كاميرون وبعديه سهل عاجب وبعديه نيجيريا بمراحل يعني دول بمراحل يعني. أكيد أكيد أنا بشكرك جدا على هذا الحوار. الوقت للأسف جري بسرعة. أستاذ سعيد بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا محمد. وإن شاء الله نشوف بطولة ممتعة بإذن الله. إن شاء الله نتوج في النهاية. إن شاء الله نتوج في النهاية إن شاء الله. وهتتكرر حلقات جاية على مدار البطولة لسه قدامنا شهر البطولة إن شاء الله وقتها إن شاء الله. نتكلم في هذه كل الأمور إن شاء الله. إن شاء الله شكرا جدا. استاذ عبد المنعم بشكرك شكرا جزيلا ودايما كده بتمتعنا بمعلوماتك وبالارقام اللي معاك. ربنا يخليك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك. حلقه كانت مهمه جدا واحنا بنتكلم على الهيستوري تاريخ البطولات الافريقيه كاس الامم ما بين البكاء والفرح والسعاده ولغز كمان النجوم اللي بعد فترات بيتختفي اساميهم مفاجاه وما بنعرفش حتى كمان موجودين فين او ايه اللي حصل. لسه عندنا حلقات اخرى خلال الفتره القادمه عشان نفتح هذا الملف ونتكلم مع الناس في امور التاريخيه المتعلقه ببطوله الامم الافريقيه لان البطوله دي تواريخها وكواليسها فيها كلام كبير جدا. لكن ان شاء الله البطوله الافريقيه رقم 32 اللي هتفتتح غدا باذن الله وتستضيفها مصر ان شاء الله تشهد تنظيم رائع تنظيم جيد العالم كله هيتكلم عليه وان شاء الله يكلل بقى كل ده بالمستوى الفني لمنتخبنا عشان يوصل للمراحل النهائيه وان شاء الله نشوف مدرجاتنا بالكامل تكون كامله العدد. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده ونلتقي على خير باذن الله خلال الحلقات القادمه من برنامج الاهلي الليله والى اللقاء.